ولاحظنا أيضا أن الناس في هذه الفترة تعد نفسها للاحتفال بعيد الميلاد أو ما يسمى برأس السنة الميلادية، والعالم العربي والإسلامي يكاد أن يكون في هذا الاحتفالات جزء مما يقام في العالم، واختلط الحابل بالنابل حيث لم يبرز لكثير من المسلمين خطورة التقليد الكفار في احتفالاتهم وفي أعيادهم وفي برامجهم وفي ما يقيمونه، حتى صار البعض يلزمنا أو يظن أننا مقصرين في حق عيسى عليه السلام لما أننا ما نهنئ النصارى واليهود بهذا النبي في ميلاده، ولأن نحن لا نلتزم بمسألة العلاقات بيننا وبين الناس بيننا وبين الشعوب ما هو مألوف في حياة البشر من العلاقات. علاقتنا بالأمم مبنية على الكتاب والسنة، ولما نقول الكتاب والسنة من أمرنا الله سبحانه وتعالى بالولاء لهم والمحبة لهم على ضابط الشريعة وليناه وأحببناه وهنأناه بكل مناسباته، ومن خالف الشريعة وخالف الدين سواء كان ديننا الإسلامي أو كان دين عيسى عليه السلام فينبغي أن نرشده وأن نفهمه وأن نبين له.